يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع، حلقة غاية في الأهمية. عندنا بعض المواضيع الهامة اللي هنتكلم فيها على مدار فقرات الحلقة المختلفة، سواء فيما يتعلق بالصعيد العالمي أو الصعيد المحلي، وبالتحديد فيما يخص كمان آخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي. وأكيد هنتطرق طبعا لهزيمة النهاردة للمنتخب الأولمبي على يد البرازيل بنتيجة 1-0 في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية. فبالتالي عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيه على مدار الحلقة، لكن مهم جدا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وأيضا من خلال الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة عبارة عن إيه هو رأيك في أداء المنتخب الأولمبي، ومن هو أفضل لاعب من وجهة نظرك؟ هننتظر تفاعل حضراتكم معنا، وهناخد تعليقاتكم في الجزء الأخير تحديدا من حلقة اليوم. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يواجه دجلة في الدوري الأربعاء، والفريق يستأنف تدريباته الإثنين. أما في ترند الأولمبي: بعد الخسارة من البرازيل المنتخب يغادر طوكيو غدا. طيب، دي أبرز العناوين حلقة النهاردة، لكن عندنا كلام كتير مهم قوي قوي، وتفاصيل كمان غاية في الأهمية هتكون معنا بعد فاصل. استنى. أهلا بحضراتكم من جديد. وفي إطار بحث النادي الأهلي عن حقوقه بالطرق المشروعة، وده الأمر اللي احنا تعودنا عليه دايما من خلال النادي الأهلي، النادي الكبير، المؤسسة الكبيرة والعريقة. بالتالي النادي الأهلي النهاردة قدم 3 شكاوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأنا في الحقيقة بالنسبة لي الخبر ده مهم جدا جدا جدا، ولازم هقراه مع حضراتكم حرف حرف على الشاشة علشان إيه؟ نبقى عارفين التحركات ماشية إزاي، ونبقى في انتظار نتائج هذه التحركات طالما الأهلي عنده حق. والكلام واضح جدا، الكلام واضح جدا. الأهلي يشكو قناتي الحدث اليوم وتن والغندور للأعلى للإعلام، ويرفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين. شيء كان مهم أوي. تعالوا نبتدي واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة أنتوا شايفينها على الشاشة دلوقتي، الخطاب الأول أو الشكوى الأولى اللي تم إرسالها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي بعنوان: الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بالتصدي لبرنامج الغندور الذي يثير التعصب بين الجماهير. دي حقيقة بصراحة، هو فعلا بيثير التعصب. قامت إدارة النادي بتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة نادي الزمالك وبرنامج زملكاوي الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للأهلي، وده أمر ملموس وبنشوفه، وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية، بالإضافة إلى استخدامه أساليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي، ولم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة، وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي وتجاوز مرفوض. يعني الأهلي ما بعتش شكوى مجرد شكوى مطلوبة، لا، شكوى مدمجة بفيديوهات موثقة وأمور فعلا حقيقية بتدل على ما يشتكي الأهلي بخصوصه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها الأهلي بشكوى ضد مقدم برنامج زملكاوي، فقد سبق شكواه عدة مرات لارتكابه نفس الإساءات واستفزاز جماهير الأهلي والتطاول على قياداته واستخدام
أساليب غير لائقة وتم إيقافه وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، لكن المؤسف لم يستوعب مسألة الإيقاف اللي هو ما فرقش مع الإيقاف يعني، ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها. هذا وتدرس الشؤون القانونية بالنادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن. أدي رقم واحد، وده أمر مهم وكان مطلوب. رقم اتنين، الأهلي يشكو قناة الحدث اليوم للمجلس الأعلى للإعلام ويقاضي المتجاوزين. تقدم النادي الأهلي صباح اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكوى ضد قناة الحدث اليوم وأحمد جمال مقدم برنامج في الجول الذي تبثه ذات القناة مصحوبة بالفيديوهات العديدة التي تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الأهلي ومسؤوليه وجماهيره ومحاولة تشويه بطولاته. وتكرر هذا الأمر كثيرا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه الذي يختار شخصيات بعينها لاستضافتها للإساءة للأهلي وقياداته ومنتسبيه في انحياز كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي وإثارة للفتنة ودعوة للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن. في ذات الوقت لم تكن هناك أي ردة فعل للقائمين على القناة والذين يتجاهلون خطورة ما يقدمه هذا البرنامج من دعوة للفرقة والتعصب والاحتقان في الشارع الكروي، خاصة أن مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها هي مساحة مستأجرة من القناة لهذا الغرض الذي يتنافى تماما مع المصلحة العامة وتوحيد الصف بين الجماهير في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون ببيع مساحات هواء على الشاشات خوفا من إساءة استخدامها، وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث وقائمين عليها. للأسف الناس دلوقتي بقت تستخدم الإعلام أو تستخدم منابرها الإعلامية لجلب عدد كبير من المشاهدات بطريقة غير يعني مهنية إطلاقا، والهدف الأساسي أن أنا إيه، عايز الناس تشوفني وتتفرج عليا وكلام من ده، وده أمر غير صحي على الإطلاق يعني. وكذلك مخاطبة الجهات المسؤولة عن منح التراخيص لهذه القنوات للتحقيق في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين الجماهير. حد مختلف في الكلام ده؟ لا، ما حدش مختلف. تعالوا نروح كمان لرقم 3 والشكوى الثالثة. الأهلي يطلب محاسبة قناة تن عن تجاوزاتها في حق الأهلي وقياداته. أرسلت إدارة النادي شكوى مرفق بها الفيديوهات للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة تن. أنا اللي بيعجبني دايما أن الشكوى تتقدم بالدلائل، وده أمر مهم جدا. وبرنامج البريمو الذي تبثه ذات القناة ويقدمه كل من إسلام صادق ومحمد فاروق ومعهما الضيف الدائم رضا عبد العال، والذين دأبوا على مهاجمة الأهلي وإدارته ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والسخرية والتهكم عليه بأسلوب واضح وفج، ويحاول سالفه الذكر في حلقاتهم وباستمرار الانتقاد الحاد والإساءة لمسؤولي الأهلي والتعقيب على تصريحاتهم وانحياز لأطراف أخرى. يتجاهل هذا البرنامج كل ما يصدر عنهم بشكل سلبي، بل ولم يتطرقوا لما يرتكبه من أخطاء تدعو للتعصب وتحض على الكراهية. ويتناسى مقدمو البرنامج وضيوفهم باستمرار أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولي الأهلي عادة ما تكون ردة فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقه بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين وإزاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدمه هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي، وده أمر واضح وضوح الشمس، وإيقاف مسيرة فرقه الرياضية واستفزاز جماهيره. تقدم النادي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام وكلف الشؤون القانونية برفع دعاوي قضائية ضد كل المتجاوزين في حق الأهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح التراخيص لمثل هذه القنوات للتحقيق فيما ترتكبه، ولا سيما برنامج البريمو ومحاولاته خلق الانقسام والكراهية بين الجماهير. ده أمر مهم جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي هو أو هي شكاوي في إطار سعي
النادي الأهلي للحفاظ على حقوقه بالطريقة القانونية المشروعة، وده أمر مهم. طيب هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض التفاصيل الأخرى الغاية في الأهمية بخصوص كمان النادي الأهلي وبخصوص منتخبنا الوطني الأولمبي. استنونا بعد الفاصل. طيب هنتكلم عن المنتخب الأولمبي. للأسف النهاردة خسرنا 1-0 من البرازيل في مباراة كانت صعبة جدا جدا. منتخب برازيلي منتخب كبير طبعا، متفقين على الكلام ده كله، عارفين كويس قوي ان في فارق في الامكانيات وفي فوارق فرديه واضحه جدا، وده شفناه خلال المباراه. لكن الواحد بصراحه زعلان، يعني الواحد زعلان. طب زعلانين ليه طالما احنا بنقول ان النتيجه منطقيه؟ لا، زعلانين علشان ان مش ده الشكل اللي احنا كنا بنتمناه لمنتخب مصر. وانا بصراحه ضد حته ايه ان احنا نطلع نقول اداء مشرف، لا عملنا ماتش مش عارف ايه. فين الاداء المشرف على مدار البطوله؟ فين اداء المشرف؟ الامور دي عفى عنها الزمن يا جماعه، احنا لازم نعدي المرحله دي، ان احنا يبقى هدفنا بس ان احنا نخسر من البرازيل 1-0. وانا بقول كده ليه؟ انا بقول كده لان كان واضح جدا بعد ما الجون جه فينا في نهايه الشوط الاول في الدقيقه 37 او 38 من الشوط الاول، ما كانش عندنا اي خطط هجوميه لاحراز التعادل. ما فيش اي هجمه، او فيش غير مثلا دي الهجمه الوحيده اللي جت في دماغ اكرم بالصدفه، دي كانت في اول الماتش في الدقيقه 13 الوحيده لمصر على مدار الشوطين. ما كانش عندنا اي خطه لازاي يا جماعه احنا نجيب جون، لما يجي فينا جون ازاي نتعادل. وكان هدفنا وهمنا الاول والاخير بمنتهى الوضوح ان احنا نخرج من المباراه خسرين من البرازيل 1-0، يبقى احنا كده عملنا انجاز. لا بصراحه ده مش انجاز، ولا هنبقى مبسوطين باداء المنتخب. كامل احترامي وتقديري للكابتن شوقي غريب، مدير فني كبير والراجل عنده تاريخ، دي حاجه كده اركنها على جنب. لكن بصراحه مطلوب ومهم، مهم قوي ان المدرب المصري يطور من فكره التدريبي. لازم تطور من فكرك التدريبي، هو كلام لمعظم المدربين المصريين، لان احنا عندنا مدربين قليلين او مصريين اللي بيطوروا من نفسهم وبيشتغلوا بالطريقه الحديثه في كره القدم، سواء من الجانب الفني او التكتيكي او التدريبي والبدني. يعني هي جوانب كتير جدا كلها بتكمل بعض، والنفسي كمان، كلها امور بتكمل بعض. فلو المدرب ما طورش من نفسه وبطريقه تدريبه ومن خططه التكتيكيه ومن اساليبه، يبقى ايه؟ يبقى فين التطور الطبيعي؟ او فين الشكل اللي احنا بنستناه؟ او هنوصل لفين؟ هل مصر باسمها الكبير ده، اسمها الكبير قوي ده، هيفضل هدفها الوحيد هو التمثيل المشرف؟ لا. طيب هقول لك على حاجه. عارف احنا لو ما عندناش جيل كويس ما كناش هنقول الكلام ده. يعني لو عندنا لعيبه تعبانه ما عندهاش امكانيات، كان يعني اقصى طموحهم ان هم يوصلوا الاولمبياد، هقول لك ماشي يا عم، كويس ان احنا خسرنا البرازيل 1. لكن انت عندك امكانيات فنيه وبدنيه مميزه، عندك لعيبه كويسه، لكن للاسف على مدار الاربع مباريات او ثلاثه من الاربعه انت بتلعب بشكل دفاعي بحت، مفيش اي شكل يليق بالكره المصريه اطلاقا. ما عندناش الشجاعه. ما انت ممكن تخسر بس تبقى عملت اللي عليك، يبقى عندك الشجاعه الكامله والكافيه للمباراه اللي الناس تطلع تشيد بيك. طب ما احنا خسرنا من البرازيل في 2009 4-3، بس كنا عاملين ايه؟ كنا مقطعين البرازيل في كاس القارات في 2009، كنا مقطعين البرازيل. كنا خسرين 3-1 وبعد كده رجعنا اتعادلنا 3-3 وبعد كده جابوا الجون في الاخر 4-3. بس الناس طلعت قالت ايه؟ منتخب مصر كان هو البرازيل. منتخب مصر عمل ماتش كبير قوي. اللعيبه شفنا اللعيبه منطلقه في الملعب. شفنا اداء للفريق ككل، للمنتخب ككل في التوقيت ده بشكل ممتاز. وكنا فخورين جدا جدا بالمنتخب. مع ان النتيجه واحده، مع انك برضو خسران من البرازيل، لكن الفرق في ايه؟ الفرق في شكلك، الفرق في محاولاتك. ما تبقاش خجول كانك تبقى مهاجم. استوقفني جدا 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 ملامح لاعبي منتخب مصر بعد ما الجون جه فينا بتاع البرازيل، كم الاحباط الكبير بعد الهدف ده، اللي هو احنا ايه مش عايزين يجي فينا الجون. جه الجون، طب هنعمل ايه؟
خطتنا ايه؟ هنهاجم ازاي؟ هنحاول نوصل لجون البرازيل ازاي؟ يا راجل ده احنا ما خدناش بالنا الحارس البرازيلي ما شفناهوش غير الشوطه بتاعت صلاح محسن في اخر الماتش. مفيش اي شكل هدوء هجومي ولا ترتيب ازاي تطلع بالكوره ولا ازاي تعمل. كان الجهاز الفني مع كامل الاحترام والتقدير ليهم كلهم شخصيات عظيمه جدا وعندهم تاريخ كبير جدا بصراحه، لكن هم واضح انهم كانوا محافظين اللعيبه ازاي يقفوا يدافعوا. فعلا كنا بنعرف ندافع فعلا، بس كنت بتعرف تهاجم؟ هتقول لي طب ما هو ماتش استراليا واحنا جبنا جونين ومش عارف. طب ما اديك عندك الامكانيات اهو، ما انت انطلقت ولعبت. استراليا طبيعي انك تكسبها، الارجنتين بمستواها ده بالفرقه دي طبيعي ان انت تكسبها. تخيل انت كنت تعادلت مع اسبانيا يا سيدي، ماشي دافع قدام اسبانيا وتعادلت مع اسبانيا وكسبت الارجنتين وكسبت استراليا، كان زمانك اول مجموعه كنت هتقابل كوت ديفوار اقل نسبيه من البرازيل، مع انها عملت ماتش كبير النهارده قدام اسبانيا يعني. خسروا 5-2 في الاخر بعد وصلوا للاكسترا تايم بتعادل ايجابي 2-2. فكان ممكن ان انت تروح لحته ابعد من كده في الاولمبياد، لكن لازم يا جماعه لازم يكون عندنا شجاعه كافيه، ولازم المدرب الوطني المصري يحاول ان هو يتخلى عن فكره التسعينيات. انسى بقى الحاجات القديمه دي، خلاص في الكوره ما بقتش موجوده. واحنا كمصريين لازم يكون عندنا الطموح ده يا جماعه، مش النهارده الاداء معلش يا رجاله عملتوا بطوله كويسه. لا طبعا، لا طبعا، بطوله مش كويسه خالص، اداء مش كويس. دي الصراحه، دي الحقيقه، ده الواقع، ده اللي احنا شفناه. اكتر ناس حريصين على ان المنتخب يظهر بصوره كويسه هو الشعب المصري، بيحب يتمتع بالكوره يفرح بالكوره. لكن انت فرقت ايه عن كوبر؟ بالعكس ده كوبر حقق انجازات اكتر يعتبر، يعني هو انجاز الوحيد كاس العالم بس، وصل نهائي الامم الافريقيه كمان. انت في الاولمبياد سيء سيء، ما عندناش اي شجاعه، ما عندناش اي فكر هجومي ولا اي شكل هجومي. اللعيبه وهي طالعه بالكوره كده على الاطراف، سواء بقى طاهر او رمضان، او مع ان دول امكانيات كبيره، رمضان لعيب كبير، طاهر لعيب كبير، صلاح محسن بيلعب لعيب كبير، تمام. ما عندكش الرابط في نص الملعب اللي يوصل اللعيبه دي على الاطراف، او اللي يلاعب احمد ياسر ريان. الناس كانت قاعده بتلوم على احمد ياسر ريان قبل ماتش استراليا، وكان لازم مصطفى محمد. طبعا مصطفى محمد لعيب كبير جدا، بس حتى لو مصطفى محمد موجود مكان احمد ياسر ما كانش هيوصل له الكور. طالما احنا بنلعب بالاسلوب ده، طالما احنا بنلعب بالاسلوب ده، ما تلومش على المهاجم، ما تسالوش انت بتجيبش اهداف ليه. مفيش اي شكل ولا اي منظر ولا اي حاجه تفرحنا النهارده من المنتخب ده. فبالتالي يعني هارد لك للشعب المصري، ومطلوب جدا جدا ان يكون، ودي جزئيه مهمه قوي يا جماعه، لما يتم انتقاء المدربين اللي يدربوا المنتخبات نبعد بصراحه، اهو نبعد عن العلاقات. اصل انا بحب المدرب ده فهاته، لا لا، لازم في معايير تانية للاختيار. من الاخر يعني معايير تانية للاختيار، المدرب يكون متطور يقدر ان هو يحقق لي اللي انا بتمناه. فلكل اسف يعني المنتخب خسر النهارده من البرازيل وخرج من اولمبياد طوكيو. لكن في المقابل تعالى بقى نتكلم عن الناس اللي لازم تاخد حقها. رقم واحد محمد الشناوي، حارس عالمي. هل في مبالغه في الكلام؟ لا مفيش مبالغه، كل واحد من مختلف انتماءاته مقر بان الشناوي حارس عالمي. لولا الشناوي النهارده احنا نشيل 5 مستريح. لو الشناوي النهارده كمان مش في حالته مثلا تشيل 3، الطبيعي ان يخش فيك اكتر. واستعجبت جدا لما لقيت بعض الاعلاميين يقول لك طب هو خد الشناوي ليه؟ ما كان يدي فرصه لفلان وعلان. طب ما كان يدي فرصه، كان زمانك خلصت على فلان والعلان اللي هيلعب مكان الشناوي. لكن احنا عندنا بطل كمصر، مصر عندها بطل في حراسه المرمى اسمه محمد الشناوي، حارس كما يقول الكتاب، وقائد داخل الملعب كما يقول الكتاب. وحراسه المرمى المصريه كانت مفتقده لشخصية زي الشناوي وإمكانياته على مدار عدد من السنوات. بعد الحضري ما كانش في حد، جه الشناوي الحمد لله. في بعض الحراس المميزين في الدوري المصري بصراحة، لكن الشناوي فارق عنهم بكتير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو الحاجة الوحيدة اللي مفرحانا في الأولمبياد. معاه، حط معاه كده أكرم توفيق. أكرم عمل بطولة ممتازة جدا جدا، الراجل شايل نص الملعب لوحده، ما حدش بيساعده، هو شايل نص الملعب لوحده في الأربع ماتشات. النهاردة ممكن شوية عمار إيه ساهم معاه كده، لكن أكرم توفيق حاجة جميلة جدا جدا، ولاعب بمستوى وقدرات وفنيات عالية للغاية، وأخلاقيات كمان قبل كل شيء مميزة جدا. فهم دول النقطتين المضيئتين في
اولمبياد طوكيو بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاولمبي. الامل دلوقتي كل الامل في منتخب كره اليد اللي بيشرفنا واللي كسب السويد امبارح، ان شاء الله في ربع النهائي يتالق وباذن الله يوصلوا لحته بعيده كمان، وليه لا ما يجيبولناش ميداليه اولمبيه. بناء عليه بعد ما خرج المنتخب النهارده من اولمبياد طوكيو، فاتحاد الكره كان محدد ومجهز الجدول الجديد لبطوله الدوري او لما تبقى من مباريات في بطوله الدوري لكل الفرق. اللي يهمني في الجدول ده مباريات النادي الاهلي، وامتى الاهلي هيبتدي مبارياته او هيستأنف مبارياته. بعد ما اعلن اتحاد الكره النهارده بشكل نهائي، فالاهلي هيلعب يوم الاربع اللي جاي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، مباراته امام وادي دجله، وهي مباراه وادي دجله هتكون على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل، وبعد كده هتلعب يوم السبت يوم 7/8 مع سيراميكا كليوباترا على استاد الاهلي والسلام، وهي مباراه النادي الاهلي هيكون ايضا في تمام الساعه 9 مساء. يوم الاربعاء هتلعب الاسماعيلي في اسكندريه، مباراه صعبه جدا جدا امام الاسماعيلي، هتكون الساعه 9 بالليل اللي هو يوم الاربعاء 11/8. بعد كده تلعب يوم السبت، خلاص الماتشات كلها مضغوطه عشان تحاول تلحق تخلص الدوري بقى. يوم السبت هتلعب انبي اللي هو يوم 14/8 على استاد الاهلي والسلام الساعه 9 بالليل ايضا، كل الماتشات الساعه 9 بالليل بالتحديد الماتشين اللي جايين دول. يوم الثلاث 17/8 هتلعب الجيش على استاد الجيش بالسويس الساعه 9 بالليل، والجمعه 20/8 هتلعب المصري على استاد اسكندريه الساعه 9 بالليل. يتبقى ماتشين لم يتحدد ميعادهم بالشكل النهائي او حتى توقيته، الجونه مع الاهلي هناك في الجونه على استاد خالد بشاره، ده هيكون احد ايام 23 أو 24/8، والاهلي مع اسوان اخر مباراه الاهلي في الدوري يوم 26 أو 27/8 على استاد الاهلي والسلام. واعتقد ان لازم الدوري يخلص في هذا التوقيت عشان عندك معسكر المنتخب الوطني الاول اللي هيستعد لتصفيات كاس العالم باول مباراه امام انجولا، والمعسكر هيبتدي يوم 28 اغسطس، فاكيد اكيد يوم 26 أو 27/8 ان لم يتم اقحام بعض المباريات في كاس مصر، فبالتالي يتم تاجيل مباريات الدوري. لو ما حصلش كده يبقى الدوري هيخلص يوم 27/8 بالكثير. دي اهم وابرز الامور تتعلق كمان سواء بمنتخبنا الوطني الاولمبي او حتى جدول الدوري الجديد. هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل، يلا بينا. يعني النهارده الذكرى السنويه الثانيه لانضمام محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي، احد ابرز واهم اللاعبين في الكره المصريه خلال الفتره الحاليه. هو جه الاهلي من هنا و تألق وتوهج من هنا على طول، وقدر ان هو يساهم مع زملائه في كم كبير من الألقاب والبطولات في فترة زمنية قليلة ومحدودة، ولسه عندهم طموح وأهداف كتير قوي قوي ودوافع كتير ان هم يحققوا المزيد والمزيد لجمهور النادي الأهلي ولنادينا الحبيب. قفشة من أهم اللاعبين ومن أفضل اللاعبين في مصر، وبيتألق وبيتطور بشكل مميز جدا، فنتمنى له كل التوفيق وباذن الله باذن الله يوصل هذا التألق مع النادي الاهلي. وهو بصراحه جاب اهم جون تقريبا في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا، جون القاضيه ممكن في نادي الزمالك في نهائي الكاس. طيب خلينا نبتدي الترند، الامور اللي تم الحديث عنها على السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. نبتدي بالحساب الرسمي للمصري اليوم او المصري الرياضي على تويتر، واللي بيقول ان الاهلي يستأنف تدريباته الاثنين استعدادا لاستئناف الدوري المصري. خلاص الاهلي كده هيرجع للتدريبات بعد بكره عشان يستعد لمباراته الاولى عقب استئناف بطوله الدوري امام وادي دجله يوم الاربعاء الساعه 9 بالليل على استاد الاهلي والسلام، والاستعدادات كلها هتكون قويه لان انت داخل خلاص على مرحله هي الحاسمه في بطولة مهمة جدا بالنسبة لك، تكسب دجلة تبقى على القمة بإذن الله وتحافظ على القمة لما تبقى من مباريات في بطولة الدوري بإذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لخبر آخر وأنا هقف هنا وهعلق شوية. قال لك إيه؟ ده من خلال اليوم السابع على فيسبوك، الأهلي يرفض بقاء والتر بواليا في الموسم الجديد رغم الأهداف القاتلة. هل تعالوا كده نتكلم مع بعض بالراحة. بغض النظر ممكن يكون المسؤولين في النادي الاهلي واخدين قرارات لجنه التخطيط الجهاز الفني، دي حاجه تخصهم، لكن احنا هنتكلم على الشكل المنطقي والواقعي. بواليا ماتشين ورا بعض بيحرز هدفين مهمين جدا، هدف في ماتش الانتاج بثلاث نقط في الدقائق الاخيره، وهدف في ماتش اسوان قتل المباراه بعد ما كانت اتصعبت قوي في اخر دقائقها برضه. فبالتالي اللاعب بخلاف كمان الهدفين واقف على رجله،
بيستلم صح، بيباصي صح، بيحجز على الكرة صح، قوي، ابتدى ياخد الثقة. هل ده معناه ان الاهلي واخد قراره ان بواليا بره؟ لا، احنا لسه عندنا 8 ماتشات في الدوري، انت محتاج جدا لكل لاعب. بواليا من ابرز اللاعبين اللي انت محتاج لهم، من ابرز اللاعبين نظرا لمستوى اخر ماتشين. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كرة فيها متغيرات كتير، ممكن ماتش او اتنين او كام ماتش يفرقوا في مستقبل لعيب معاك، ممكن يغيروا انطباعاتك وجهات نظرك عن لعيب معين. ده اللي بيحصل بالنسبه لوالتر بواليا دلوقتي، في انتظار ان شاء الله ان هو يكون يعني عنده اداء كمان افضل وافضل، او يستمر على هذا المستوى، فبالتالي ما نعرفش القرارات هتكون ايه. لكن دلوقتي مفيش اي قرارات. دلوقتي بواليا لاعب في النادي الاهلي، لاعب مهم جدا، الاهلي بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا، وده وضح على مدار المباريات الاخيره. فمش عايزين نركز مع مثل هذه الاخبار، لان مش ده توقيتها، توقيتها بعد ما الموسم ينتهي نشوف ايه اللي هيحصل. ده كان ايضا امر مهم جدا. تعالوا نروح لحساب جول على تويتر، واللي قال علي معلول ملك الحلول ليست مجرد جمله بل الارقام تؤكد ذلك. دي حقيقه بصراحه، علي معلول ارقامه مميزه جدا جدا. قال لك لاعب الاهلي وصل ل 100 اسيست خلال مسيرته مع الانديه والمنتخب التونسي، صنع مع الاهلي 48 اسيست، انت متخيل الرقم؟ حاجه ما شاء الله يعني. صنع 43 اسيست مع الصفاقسي التونسي، برضو رقم كبير قوي، وتسعه مع منتخب تونس. ده اللي يدل عليه، يدل على ان علي معلول احد ابرز النجوم في المركز ده في القاره الافريقيه بالكامل، مش بس في مصر ولا حتى في تونس. فده برضو من ضمن الامور المهمه، وارقام جيده جدا بالنسبه لنجم النادي الاهلي علي معلول. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقرات الحلقه. يلا بينا. طيب خلينا نروح للترند الاولمبي ونشوف ابرز الاخبار اللي بتتعلق بمختلف يعني المشاركين في اولمبياد طوكيو بالتحديد من البعثه المصريه. نبتدي بحساب كاف عربي على تويتر، واللي قال رحله منتخب مصر باولمبياد طوكيو تنتهي في ربع النهائي، نحيي شباب الفراعنه على مجهوداتهم في طوكيو 2020. طبعا نحييهم ان هم عملوا مجهود، حاولوا، لكن للاسف بعض العوامل ما ساعدتهمش بشكل واضح يعني. خلينا بالتالي نروح لحساب يلا كوره على تويتر، وهي عوامل خاصه بالجانب الفني، الاعداد الفني، كيفيه الهجوم، كيفيه التحرك للامام، ده ما حصلش. خلينا نروح لحساب يلا كوره على تويتر، بيقول شوقي غريب تصريحات ليه، خرجنا بشرف، ودي الكلمه اللي احنا عايزين نتخلص منها بصراحه، خلاص بقى احنا مصر بلد كبيره جدا، لازم نعدي المرحله دي يا جماعه. وشكل ايجابي، يعني اغلب المصريين بيشوفوا ان هو شكل غير ايجابي في الحقيقه، كان يمكن يكون فيه افضل، وده حقيقي طبعا، لكننا لعبنا 4 مباريات قوية في وقت قليل جدا، أمر صعب. مش عارف ما هو يعني، نفس الموضوع حصل مع كل المنتخبات، لكن كامل الاحترام والتقدير للكابتن شوقي غريب. حساب بطولات على تويتر بيقول بعد توديع أولمبياد طوكيو انتهى عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ده أمر طبيعي وتلقائي جدا. خلينا كمان نروح لحساب في الجول، وبيتكلموا على أداء بطل مصر محمد الشناوي، أداء ممتاز من الشناوي خلال البطوله، لعب 4 ماتشات، صد او تصديات مؤثره كانت 14 لعبه، ابعاد الكرات كان في 20 مره بشكل ناجح، شباك نظيفه في ماتشين، تلقى هدفين فقط، الكرات الطوليه 83 تعامل معاها بشكل جيد، والكرات الطوليه الصحيحه 24 من 83 هم اللي تعامل معاهم بشكل جيد. خلينا كمان نروح لجزء اخر وايضا يتعلق بالاخطبوط، محمد الشناوي ده من حساب الوطن سبورت، واللي قال ان الشناوي اخطبوط مصر امام البرازيل، وحاطين احصائيه مهمه جدا لمحمد الشناوي، اتشاط عليه 12 تسديده، تصدى الاربعه، التحامات 3، التقاط كرات هوائيه 1، التقاط عرضيات 7، تسديد بين الثلاث خشبات على مرماه كان في 5 مرات. هو بصراحة أدى بطولة كبيرة جدا جدا، وأحد أبرز نجوم كرة القدم في أولمبياد طوكيو بكل تأكيد. خلينا كمان نروح لحساب جول مصر، ولسه الحديث مستمر على النجم محمد الشناوي، ربنا يحميه. رغم الخسارة وتوديع البطولة، محمد الشناوي يستحق الإشادة على ما قدمه طوال الأولمبياد، ده من حساب جول على تويتر. قالوا حارس الفراعنة كان بالمرصاد لمحاولات البرازيل، أنقذ العديد من الكرات وخطف الأنظار بفضل تألقه، شكرا لك يا الشناوي، كل التحية والتقدير ليه ولكل لعيبته وزمايله. إحصائية مهمة جدا، وهي بتتعلق أو من خلال حساب سبورت 360 على تويتر،
واللي بتتعلق باحمد حجازي بعد مشاركته امام البرازيل. بصراحه عمل بطوله مميزه جدا حجازي، وايضا الونش عمل بطوله كويسه جدا. احمد حجازي اصبح اكثر اللاعبين المصريين خوضا للمباريات في الاولمبياد بالتساوي مع علي الحسني ومحمد بدوي برصيد 8 مباريات، وده رقم مميز جدا لاحمد حجازي. طيب خلينا ننهي الجانب الاولمبي بالجدول الخاص بمنافسات اليوم التاسع بالتحديد فيما يتعلق بابطالنا المصريين هناك في طوكيو، وجدول المنافسات الخاص بالغد الموافق 1 اغسطس 2021. كرة اليد عندنا مباراة الساعة 6 الصبح مع البحرين، ان شاء الله باذن الله نتمنى المنتخب مصر كل التوفيق، لان المنتخب يقدر كمان ان هو يطلع اول مجموعه على حسب الاهداف في المباريات الاخرى. تنس طاوله رجال مصر مع رومانيا الساعه 5 صباحا، تنس طاوله سيدات مصر مع الصين الساعه 2:30 صباحا، مصارعه وزن 60 كيلو هيثم محمود الساعه 6 صباحا، نفس التوقيت مصارعه وزن 76 كيلو سمر حمزه، مصارعه وزن 130 كيلو عبد اللطيف محمد ايضا الساعه 6، واخيرا السلاح مصر مع فرنسا الساعه 6 الا ربع. دي منافسات الغد. سريعا كمان خلينا ناخد مشاركات حضراتكم وتعليقكم على سؤال الحلقه واللي كان بيتعلق رايك في اداء المنتخب. اسامه قال افضل لاعب هو الشناوي. كمان ناخد سريعا عبد الرحمن السيد هبه قال اداء متوسط، كنا منتظرين اداء افضل من كده. دي ابرز التعليقات بخصوص سؤال الحلقه كمان النهارده، ودي ايضا كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج استاذنا. الى اللقاء.